السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا يا سهلا بكم يا متابعيني وحياكم الله. اليوم لكم عندي قصة حلوة وظريفة وجميلة جدا. في وحدة تقول لي أنا كنت مخطوبة لواحد من أولاد عمي. تقول المهم خطبني واحد من أولاد عمي، وبعد ما خطبني انسجن عمي، خطبني فترة وانسجن عمي بسبب الدين، كان عنده دين فلوس وانسجن. تقول قعد فترة طويلة وهو مسجون، يمكن سنة أو سنة ونص. تقول قمت أنا يا بنات وقلت يعني بعد خطيبي، أنا تراني ما أبغى أقعد يعني سنتين 3 سنوات وأنا مخطوبة، ما أبغى. تقول ميدي خلاص إن شاء الله خير. راح شهرين 3 ما شفت شيء. كلمته ثاني مرة قلت يعني أنا ما أبغى أقعد الحين، إحنا سنة ونص، يعني ما أبغى أكمل سنتين وأنا قاعدة في بيت أهلي مخطوبة ولاني متزوجة ولا شيء. قال أنا يعني بصراحة كذا ميدي، أنا ما أبغى أتزوج نهائي وأبوي مسجون، ما دام أبوي في السجن أنا ما أبغى أتزوج. تو قمت أنا لحيت عليه مرة، يعني صريت عليه إصرار قوي في سالفة هذا الزواج. تو قال ميدي خير وخلاص، سكر التليفون وراح. تقول أقوم أرسل عليه واحد من إخواني، قلت له يا أنه يشيل يعني يقوم الزواج ولا انه يتركني خلاص انا ادور نصيبي. تقول يا بنات انا قلت كذا يعني ابغاه ايش يعني يستهم شويه ويفكر ويتملك ونتزوج، ولا نتزوج يا يتملك او انه نتزوج. تقال لي خلاص، قال لي اخوي خلاص ان شاء الله خير. تقول خلاني ما قال لي شيء. تقعد شهر كذا حتى ما عاد يتصل علي ولا عاد يسال عني ولا شيء. تقول قعد 6 شهور كذا خلاص. تقول حسبت يعني بيقعد 6 شهور كذا بيرجع بيجيني. تقول يا بنات عشان قلت له الكلمة هذه ما أبغى أحد يطيح في السالفة اللي أنا طحت فيها، عشان قلت له يعني أنا أبغى أتزوج، ما أنا أبغى نقعد يعني زي كذا موقفين يعني مخطوبين ولا أنا متزوجين، يعني أنت ماسكني وأنا ماسكتك كذا ما يصلح. وهو عشان كذا قال لي كلمة صريحة، قال أنا ما أبغى أتزوج نهائي وأبويا من السجن. وقام تركني الرجال وراح. تقول أنا مصرة يا يتزوج يا يتركني. طول عمي في السجن، قال أجل خلاص ما دامك تبغين كذا ما أخوها قل لها الله يستر عليها. تقول قام تركني الرجال وراح. تقول يا بنات سبحان الله العظيم، هو تركني هذا الأسبوع، الأسبوع الجاية عمي طلع من السجن. تقول استغربت يعني الرجال ما عاد يرد علي وما عاد يتصل ولا عاد يجينا حتى في البيت. تقام شكله سحب علي وتركني. تقول واخذ 2 أسبوع كذا واسمع انه خطب. ابوي قال انه يعني وش ليش تركنا وكذا، حتى انا ما قلت لابوي اني انا قلت له الكلام هذا، ليش يعني ترك بنت عمه وانا يعني كنا متفقين وكذا. تقول قام هو الولد قال لعمي يعني لابوه، يا عمي يقول لابوي انها انا هذه بنتك قالت الكلام هذا. تقول يروح يتملك يا بنات ويتملك ويحط ملكه ويحط شيء زين يعني الصراحه، وانا مغبونه من هذا الشيء، ما ابغى احد يطيح في السالفه اللي انا طحت فيها هذه صراحه. وانا والله كنت ابغاه وكذا ويعني، لكنه خلاص الحين عاد كل شيء انتهى. تقول واقعد يا بنات يمكن 4 سنوات ما حد جاني بعد الخطبه هذه، واتزوج واحد عنده 4 حريم، شوفوا كيف الحظ المقرود هذا. تقول واقعد 4 سنوات دي واخذ الرجال كبير عنده 3 حريم وأنا الرابعة. وتقول والله يا بنات يعني ما توقعت أني بعيش العيشة هذه. تقول قاحط وبيت مليان أطفال وأنا عايشة يعني عيشة ضنكة، يعني أول كنت أنا بعيش مع ولد عمي معززة ومكرمة وأنا وياه 2 في البيت ويجينا عيال، قمت أنا تلقفت يا بنات وسديت الباب هذا سده وجاني النصيب اللي أعوذ بالله. تقول الحين عاد الشايب هذا أنا جبت منه ولدين وعايشة مع عيالي، هم الولد هذا اللي أنا تركته اللي أنا والله كنت أبغاه وكذا، ما شاء الله عنده الحين 4 أولاد ما شاء الله، وشرى بيت وعايش ما شاء الله مع زوجته، والله يوفقه ويسعده. عشان كذا بقول لكم يا بنات لا أحد يستعجل، يعني الواحد يتأنى شوية، ما دام أنت تبغين هذا الشيء لازم تصبرين عشان تنالين الشيء هذا، ما في شيء يجي بسهولة. عشان كذا تقول أباك تقولي ميد البنات، ما دام الوحدة تبغى واحد وهو شاريها ويبغاها لا تخرب حياتها، تستناه يعني حتى لو كان يعني هو فقير،
تستنى عليه شوية لين تزين حالته وكذا. والله يوفقكم ويوفق جميع المسلمين.